يمكن ما تقدرش انك تصنفها بشكل واضح على انها من القوى العظمى في كرة القدم، لكن دايما تظل الكرة البرتغالية واحدة من أهم مصادر تقديم النجوم للعالم، وكل لاعبتها أو عدد كبير من لاعبتها لعبوا لأهم الفرق وكانوا دايما على منصات التتويج مع كبار أندية أوروبا زي برشلونة، زي الميلان، زي أتلتيكو مدريد، زي كتير من الأندية زي اليوفنتوس وريال مدريد وغيرهم من الأندية الكبيرة جدا. وعلى سبيل المثال مش الحصر تفتكر روي كوستا، تفتكر طبعا كريستيانو رونالدو، تفتكر لويس فيجو، جواو فيليكس وغيرهم طبعا من النجوم. هنقعد النهارده الأولين واقفه مع الكره البرتغاليه، بس خلينا نروح الاول للجي بي اس ونشوف اخبار لاعبتنا المحترفين في الخارج عاملين ايه مع انديتهم ومشاركاتهم ونتائجهم كانت ايه الاسبوع ده. انجلترا مع محمد صلاح المتالق في بدايه المشوار مع ليفربول، واللي قصته مع اتحاد جده لسه ما انتهتش. خلينا نروح لصلاح اللي شارك مع فرقته في مباراته الاخيره وفازوا فيها في الدوري الانجليزي على استون فيلا بنتيجه 3-0. صلاح شارك لمده 90 دقيقه كامله وكان ليه واحد من الثلاث اهداف اللي سجلهم ليفربول. محاولاته على المرمى كانت 4، تمريراته 27 بنسبه دقه 81%، تمريرات مفتاحيه 2، وتقييمه في المباراه دي كان 8.1 درجه. والمباراه اللي جايه لليفر هتكون امام وولفرهامبتون في الدوري الانجليزي، وحاليا ليفربول مع صلاح بيحتل المركز الثالث برصيد 10 نقاط. سام مورسي ابسويتش تاون واحد من العناصر طبعا اللي رجعت مع روي فيتوريا او بيظهر لاول مره مع روي فيتوريا في اختياراته لمباراه اثيوبيا منتخب مصر ومعسكره اللي بدا بالفعل اللي هنلعب خلاص كمان يومين يوم الجمعة اللي جاية إن شاء الله أول أو آخر ماتش لمنتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا. سام مورسي شارك في مباراة فريقه الأخيرة وفازوا فيها على كارديف سيتي بنتيجة 3-2 في الدوري. مدة مشاركته كانت 89 دقيقة، صنع هدف من الهدفين اللي أحرزه إبسويتش تاون، وتمريراته كانت 82 تمريرة بنسبة دقة 72%، تمريرات مفتاحية 2، التحامات أرضية 7 كسب منهم 5، تقييمه في المباراة 6.9 درجة. والمباراة اللي جاية هتكون أمام شيفيلد يونايتد في الدوري، وحاليا إبسويتش تاون في المركز الثاني برصيد 12 نقطة. هنسيب إنجلترا ونروح لألمانيا. عمر مرموش برضو كان واحد من اختيارات روي فيتوريا طبعا الموسم الأولي مع أينتراخت فرانكفورت، ومباراته الأخيرة كانت أمام كولن في الدوري الألماني وانتهت بالتعادل بنتيجة 1-1. مرموش شارك لمدة 67 دقيقة، ما كانش ليه غير محاولة وحيدة على المرمى وإهدار فرصة مؤكدة مرة على مدار مشاركته. التمريرات 15 تمريرة بنسبة نجاح 93%، والتمريرات المفتاحية 2، التحامات الهوائية 3 كسبهم بنسبة نجاح 100%، إفساد هجمات للمنافس مرة وحيدة، وتقييمه في المباراة كان 6.4 درجة. والمباراة المقبلة لأينتراخت فرانكفورت هتكون أمام بوخم في الدوري الألماني، وحاليا فريق مرموش فرانكفورت بيحتل المركز العاشر برصيد 5 نقاط في البوندسليغا. طيب نروح لإف سي نونت الدوري الفرنسي، وبداية أيضا الحقيقة رائعة لمصطفى محمد السنة دي، يعني بادي الموسم ده مركز جدا، وبداية إن شاء الله بإذن الله يستمر ويكون موفق الموسم ده مع نونت. مصطفى شارك مع نونت في مباراة فريقه الأمام مارسيليا واللي انتهت بنتيجة التعادل 1-1 في الليج 1. مدة مشاركة مصطفى كانت 73 دقيقة، أحرز هدف فريقه الوحيد وكان ليه 3 محاولات على المرمى، تمريراته 13 بنسبة نجاح أو دقة 62%، التحامات هوائية 4 كسب منهم 2، وتقييمه في المباراة دي كان 7.2 درجة. والمباراة اللي جاية لنونت هتكون أمام كليرمون في كليرمون فوت في الدوري الفرنسي، ونونت حاليا في المركز ال 15 برصيد نقطتين. نروح للمملكة العربية السعودية ونجم الأهلي السابق ونجم الخليج الحالي محمد شريف اللي شارك في فوز كبير جدا على الشباب بنتيجة 3-0 في الدوري السعودي، وكان ليه نصيب في تسجيل الهدف الثالث، هدف وحيد
سجله محمد شريف، وكان ليه 3 محاولات على المرمى، تمريراته 15 تمريره بنسبه دقه 67%، التحامات ارضيه 5 نجح في 4 منهم، والتحامات هوائيه التحام هوائي وحيد كسبه تقييمه في المباراه 7.9 درجه. والمباراه اللي جايه للخليج هتكون امام الفتح في الدوري السعودي، والخليج حاليا بيحتل المركز ال 12 برصيد 5 نقاط. بالمناسبة الشباب اللي بيعاني صفقتين، أجدد صفقتين، رومارينيو لاعب الاتحاد ويانيك كاريسكو طبعا نجم أسبانيا ونجم أتلتيكو مدريد. حمدي فتحي الوكرة القطري شارك في مباراة فريقه الأخيرة اللي انتهت بالتعادل أمام السد، تعادل سلبي. مدة مشاركة حمدي كانت 90 دقيقة، كان ليه 32 تمريرة بنسبة دقة 78%، تمريرات مفتاحية مرة واحدة، تمريرات طولية 5 3 منهم نسبة نجاح، محاولات على المرمى 2، إفساد هجمات للمنافس 3، وتقييمه 7.4 درجة. والمباراة المقبلة للوكرة هتكون أمام فريق المرخية تقريبا في الدوري، معلش أنا الدوري القطري مش متابع قوي، فيعني أسماء الأندية ممكن باستثناء الوكرة السد. الوكرة بيحتل حاليا المركز الخامس برصيد 5 نقاط. أمريكا يبقى أحمد حمدي، وابتدى أو عاد أحمد حمدي طبعا للظهور مرة تانية مع فريقه مونريال. وطبعا فريق أحمد حمدي فريق كندي ولكنه بيشارك في الدوري الأمريكي لكرة القدم، ويشارك أحمد في مباراة فريقه الأخيرة اللي خسرها أمام نيويورك سيتي بنتيجة 2-0. مدة مشاركة حمدي كانت 12 دقيقة، كان ليه فيهم 9 تمريرات بنسبة نجاح 56%، وخسر الكرة 4 مرات، والتحامات أرضية 2 كسب منهم 1، والتقييم في المباراة دي كان 6.5 درجة. والمباراة المقبلة ليهم هتكون أمام فريق شيكاغو في الدوري، ومونريال حاليا بيحتل المركز الـ16 برصيد 35 نقطة. دي كانت أخبار لاعبتنا المصريين المحترفين في الخارج، فاصل سريع ونرجع نكمل حلقة السادسة مع حضراتكم.